وسط الركام ودمار الحرب في سوريا، يحمل هذا المبنى بصيص أمل لعشرات الأطفال السوريين، أطفال تركتهم الحرب بلا مأوى ولا مدرسة، وفي كثير من الأحيان بلا أسرة أيضاً. دار الأيتام هذه الواقعة في بلدة أعزاز شمال غربي حلب، والتي تعمل بمساعدة المنظمات المدنية، أجبرتها الظروف على أن تحول جزءاً من نشاطها إلى مدرسة لتحل محل عشرات المدارس التي دمرت إثر القصف المستمر على المنطقة. طبعاً هي الدار فيها قسمين، القسم الأول هو قسم تعليمي، والقسم الثاني هو رعاية الأيتام الموجودين فيها. هلا الأيتام الموجودين فيها هون بيمارسوا نشاطاتهم كلياتها من تدريس وأطعام وفعاليات رياضية وترفيهية. دروس علمية وأخرى دينية يتلقاها الأطفال تحت إشراف متطوعين تحدوا الحرب التي دخلت عامها الخامس وراهنوا على سلاح العلم وحده، بعيدا عن مساعي داعش الذي وبحسب منظمة يونيسف يدفع أموالا طائلة ليغري الأطفال ويشجعهم ويدربهم على المشاركة في القتال. وبسبب هذه الظروف المحيطة في بلادنا فرج الله عنا زاد الضغط، كونه نستقبل من كافة أنحاء القطر بسبب النزوح. مشهد بتنا لا نراه كثيرا في سوريا التي خيم الصراع الدائر على كافة مظاهر الحياة فيها، وأطفال يلعبون ويضحكون بل ويحلمون بمستقبل مشرق يليق ببراءتهم. أنا بجي الصباح فدوى الجلال، العربية.